يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متابعة المباريات الرياضية. نعم. متابعة المباريات الرياضية وتشجيعها، هل يدخله التحريم أم ماذا حكمه؟ المسابقة المباريات الرياضية الملتزمة بإحكام الشرع ولا فيها شيء، لا بأس بمشاهدتها. أما التي فيها شيء من المنكرات أو تأخير وقت الصلاة فلا يجوز متابعتها، والمسلم وقته ثمين، ما ينبغي لأنه دائما يتابع المباريات يضيع وقته، خصوصا إذا كان طالب علم يطلب العلم ما يضيع وقته. لكن لو أنه مرة شاهد وليس فيه محذور قد يباح المرة مثلا أو الشيء النادر، أما المداومة على هذا فهذا يضيع عليه الوقت بدون فائدة. نعم.